النهاردة هنتكلم على آخر تعديل في التجربة عندنا. ربطنا بوردة البي ام اس اللي موجودة هنا بالبطاريات، وعندنا برضو بوردة البي ام اس موصولة بالمايكرو كنترولر عندنا اللي هو النود ام سي يو، عن طريق بنتين الاي سكوير سي، الاس سي ال والاس دي اي والجراوند. وعندنا هنا برضو الاي سكوير سي ال سي دي متوصلة معانا دلوقتي بتعرض الانفورميشنز اللي جاية من البي ام اس. وعندنا هنا باور سبلاي مستخدم في الشحن للموديول عن طريق السلكتين المتوصلين في الباتري باك هنا في البي ام اس. السلكتين دول برضو ممكن يستخدموا للشحن والتفريغ. حاليا دلوقتي البوردة بيكون فيها ايسين، في اي سي فيهم بيعمل كولوم كاونتنج، يعني بيقيس الشحنة اللي داخلة واللي خارجة، ويحسب في الاخر الكباستي متبقية وهكذا. دلوقتي تيار الشحن عندنا مثلا 27 من 100 امبير، نفس الكلام برضو مردن على الشاشة. وعندنا هنا برضو الكباستي بالنسبة في المية 89%، والتمبريتشر وجهد كل سيل فيهم الأولانية والتانية والتالتة، وده الجهد المجمع ليهم. وده عندنا هنا تيار الشحن أو التفريغ، لو التيار ده بقيمة موجبة يبقى التيار ده للشحن، لو التيار ده قيمة سالبة يبقى قيمة التفريغ. والكباستي يعني هنا برضو هو عرضها لنا دلوقتي هنا. لو جينا فصلنا الباور سبلاي ووصلنا اللمبة بتاعتنا كحامل، يعني طبعا هو دلوقتي قيمة التيار بالزيرو عشان طبعا احنا مش موصلين حاجة خالص، لا شحن ولا تفريغ. هنا في لمبتين عندنا دلوقتي في اللمبة دي، لمبة فيهم بتسحب نص 1.7 امبير، والتانية بتسحب في حدود نص امبير. هنلاقي حتى ان تيار التفريغ بيبقى بالسالب زي ما احنا ما شايفين هنا اهو. وعندنا برضو الكباستي نلاحظ ان هي بتقل كل شوية مع سحب التيار منها، ونسبة البطارية برضو بتقل وهكذا. برضو الجودة بتاع البطارية بتاع كل سلة برضو هيقل مع الوقت. بس اتمنى تكون التجربة عجبتكم، وشكرا ليكم.